كوكو لي في، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. معكم ليندا، واليوم فيديو عن المنظفات. كما تشوفوا، اول حاجه المنظفات راح نحكي عليها اليوم هي فقط تجربتي الشخصيه. مانيش نعمل يعني في اعلان لاي منتج، ومانيش يعني سبونسر لاي منتج، فقط به يعني تفهموا. فقط حبيت انه نعطيكم فكره على اشياء انا جربتها وعجبتني ورخيصه في الثمن، ويعني تدوم بزاف، خاصه الناس يعني تقدر تقولوا عندهم يعني المرتب تاعهم قليل او شيء، بالاضافه انه العائله تعرفوا تحتاج الى اشياء كثيره، تنظيف واغذيه. فكل مره نحاول نعطيكم شيء يفيدكم. اذا كنت اول مره تشوفوا القناه، اهلا بكم فيها، وانا ليندا. اشتركوا وفعلوا الجرس، ويلا بينا نبدأ الفيديو تاع اليوم. اول حاجه، انا كنت عندي مشكله اني دائما نشري الكونتيتي او الكميه قليله، مثلا تاع ليتر او شيء. فحبيت هذه الشهور نجرب حيله اني نشري كميات كبيره وتكون رخيصه في الثمن. اول حاجه نبدا بلو جافيل او ماء الكلور. شريت هذا اسمه جافيل دوز للتنظيف، خاصه انا كنت سيق نحب نديره، ونغسل به التراشن، ونغسل به حشاكم الملابس البيضاء والتقاشر وهذه. فاحتاج جافيل يكون شويه ماهوش مركز كيف المنتجات الاخرى، ويدوم طويلا. شوفوا هذا اقتصادي، والثمن تاعه 24000 فقط. اما على الصعيد تنظيف الارضيات، فصراحه جربت منتجات بزاف ما عجبونيش، ولكن لقيت هذا صدفه قلت نجربه، وما شاء الله يعني هايل بزاف. اسمه لاف سول، هو للكارلاج، وتقدروا تسموه يعني حتى الدال دو سول عادي. هاو جديد من ماركه اللي هي معروفه جدا، اسمها فورس اكسبريس. هايل بزاف. الحاجه اللي عجبتني فيه انه ما يضرش البيئه وما يضرش الاطفال، وكذلك يعني كما نقولوا احنا الريحه تاعو ما توجعش في الصدر. انا واحده من الناس شويه نتحسس من الروائح اللي تكون قويه تخليني نكح، ما عنديش حساسيه انها ما تضرني، ما نشعر عليه. فهذا رائع جدا، ويريح يريح بطريقه هايله. اذا كنتم جربتوه اكتبوا لي في الكومنتار وقولوا لي يعني تجربتكم. اذا اسمه لاف دو سول، لاف سول عفوا، وهو يتباع ب20000 فقط، كميته كبيره، لترا كامله. ديروا مغلق او بوشون، هاكا فيه البوشون تاعو، هاوليكم بوشون في 5 لتر ماء. انا ما نديرش في 5 لتر صراحه، ندير في 3 لتر، وتسيقوا به سواء كان سال دو بان ولا صالون، يخلي رائحه فعلا جميله جدا. اذا البنات، عاودت رحت شريت نفس لامارك اللي وريتها لكم في الفيديو السابق، راح تلقوه في صندوق او الوصف او في القناه، متواجد على المنظفات. فقط تكتبوا المنظفات وانوثه تيجي جي حيخرج لكم. هو هذا مزيل الدهون فور اكسبريس، هذا ثاني رخيص، يدير غير 20000 نظن، والله نسيت. انما عملي جدا، فيه كيف يقولوا يا ربي، فيه هاك يعني الراس تنظفوا به نورمال، وهايل بزاف، ويقضي على الدهون، خاصة اللي عندهم كوزينيير تكون قديمة بالبزاف. أما فيما يخص مسحوق الغسيل، كما تشوفوا هنا أنا شريت نايس، هذه كبيرة بزاف ب24000 فقط. القوة الزرقاء يعجبني فيه ريحته، وينظف ممتاز جدا ورخيص. فيه كيلو و800 غرام، يعني راهي كمية كبيرة جدا، ويغسل ويعطي ريحة مليحة، وتقدروا حتى هو تغسلوا به سال دو بان، تغسلوا به أي حاجة، ما حتى في التسييق كي يكون عندك كرلاج تقدر تسيقي به النورمال. هايل جدا. فقط نعطيكم حيلة، إذا كان عندكم إيبونج يكون مليح وخشين، هذاك دائما كي ترغونو حطوا لي بونج ورغونو به، فيعطي كميه اكثر في غسيل الزور او الكوفرتات او الكوات الى اخره. اذا ندير فقط 24000 نظن، و 20000 نظن، 24000 الامو. اذا نروح الان، اني حبيت نجرب يعني رائحه اخرى من امير سانيفون. هذا هايل بالبزاف امير، وهذا عجبني خير من الخزامه. كما قلت لكم انا نكره شويه الروائح تكون نفاثه وتاذي شويه الصدر، حتى الاولاد الصغار تاذيهم، وحتى كي تعملوها في الدار تبقى فتره طويله فتاثر حتى على يعني الانسان. امير هذا اللون الازرق عجبني بزاف، خير من العطر تاع الخزامه. رائع جدا، تشموا ريحه النظافه، وشوفوا الكميه تاعو شحال، راهو يدير غير 12000، كميته كبيرة نظن لتر أو حاجة. دقيقة واحدة نشوف.
اذا ندير واحد الليتر كاملا. هاوليكم استعملت منه هايل هايل بزاف. الان راح نروحوا الى غسل الانوكس. اذا البنات راح نروحوا لغسل الالومنيوم. البنات طبعا الكوكوت البريس الى اخره، عندنا بزاف الالومنيوم في الدار وكي تحكوه تولي يعني تتحصلوا على نتيجه نظيفه ولكن مش لامع. ننصحكم بهذا رويال صراحة. أنا شفته عند واحد البنت، واحد السيدة عفوا، نشراته في قناتها جزائرية. واش نقول لكم، حاجة خرافية، يعطي لون للأواني كأنه جديدة، يعني كلش يرجع جديد، فقط أنه يحتاج مجهود. أنا كنت نظن أنه كما المكشطات يعني تحطيه وتستني، هو فقط تحطيه على السلك. راح نجيب لكم السلك اللي استعملته معاه باه تشروه. اذا استعملت مع هذا السلك، السلك هذا ما يوجعش في اليد، ويعني اثاره الجانبي مثلا تدخلك في اليد وحاجه مش يعني ما كاش شي مشكل. باكي تاعو 6000. اذا تستعملي تحطي عليه هذا رويال، والسائل تاعو يجي ابيض كما تشوفوا. شوفوا عفوا ما يجيش ابيض، يجي اصفر شويه. ف ويرغون وتخدمي به نورمال الاواني اللي تكوني حسيتي انها اقدامت ولا الشكل تاعها ماهوش مليح، ومهما نظفتيها ما يبانش. انا عجبني بزاف صراحة. راح نعاود نشري، اكيد راح نعاود نشري. يدير 20000، كان ب10000 وكي جابوه يدير 20000. راك تعرفوا اي حاجة تظهر في الانترنت تغلى. اذا اذا حبيتوا تنظفوا الاواني تاعكم تاع الالومنيوم استعملوا هذا. اخر منتج هو الترا افيكاس، هاوليكم من اكل. هذا الترا افيكاس راهو دايرينه بالليمون، وصراحه في صح الليمون ريحته تهبل، يعني فيه ريحه بزاف شابه، وتريح في الدار. تغسلي به القش، تنظفي به الارضيه، وتنظفي به الاواني، يعني متعدد الاستعمالات. كذلك رخيص بزاف، يدير غير 20000. صافي يدير 100000، تقدروا تشربها 5 ولا 6 منتجات، 5 منتجات، وتستعملوهم على مدى الشهر كامل، لانه هذه طول معاك المده، ماهيش منتجات قليله. وكذلك منتجات جزائريه، وانا صراحه منذ فتره راني غير نستعمل في المنتجات الجزائريه، رخيصه في الثمن، افيكاس، نتيجه خياليه وتدوم كثيرا يعني في المنزل. به نقص شويه مصروف ونشرو حوايج اخرى تكون المنزل محتاجينه. اذا كانت هذه هي منتجات اليوم، كانت هذه منتجات اليوم، ها هي ليكم، ان شاء الله تستفيدوا منها. اذا استعملتوها خلولي في الكومنتار، ما تنسوش البنات جام وتبارطاجوا في صفحات الفيسبوك تاعكم، باه يعني نوصلوا الى 100000 قريبا. تهلوا في روحكم والسلام عليكم.